لقد سمعت كثيرا من الحكايات عن الجزر العمانية، وقرأت بعضا منها في كتب الرحالة والجغرافيين. إنها بشكل عام حكايات تحذر البحارة من الاصطدام بتلك الجزر، لكنها لم تحكي لنا طبيعة الحياة فيها. لهذا قررت القيام برحلة استكشافية لرؤية ما لم ترويه تلك الحكايات. سأبدأ الرحلة من محافظة مسندم، أولاً لأن جزرها وردت كثيراً في الحكايات، وثانياً لأنها تتوفر على أكبر عدد من الجزر العمانية. نحن نتجه الآن صوب جزيرة مسندم. يعرف هذا الممر بفك الأسد. هنا يلتقي الخليج العربي، ومن هنا كان أجدادنا البحارة يعبرون فيما بين البصرة والهند إلى الصين وشرق أفريقيا، عائدين بالثروات من حرير وأخشاب وتوابل، مقابل البخور والتمور والأسماك المجففة. هذه إذن جزيرة مسندم. نعم، إنها كبيرة الحجم، هكذا تعتبرها كتب الجغرافيا. ولكن ما هذا؟ لم يذكر لي أحد من قبل أنه لا يمكن الرسوب عليها، إنها بلا مرفأ. عندما تعبر ممر فك الأسد باتجاه الخليج، ستلاحظ على مد البصر كتلة صماء. إنها جزر سلامة وبناتها، تلك التي طالما حذر منها بحارة زمان. يظهر أن معظم جزر مسندم ذات جروف حادة. ألهذا السبب لم يروي لنا القدماء عن حياة الجزر؟ ألأن أقدامهم لم تطأها أبداً؟ دليلي إلى هذه الجزر إخصائي بيئة، إنه عبد السلام الكمزاري. لقد فوجئ بقارب الغوص هذا، وأصر على التأكد من صلاحية تصريحه البيئي، إذ لا يسمح بالغوص هنا إلا عبر مراكز سياحية، فالتيارات المائية قوية جداً، بحيث يخشاها حتى الصيادون المتمرسون بهذه الأماكن. يظهر أنني لن أكون وحيداً هنا، وسأسمع مزيداً من الحكايات. هؤلاء الصيادون لهم أسلوب مبتكر، إذ يختبئون هنا في هدوء تام بانتظار إشارة من أعلى الجبل من مكمن الصياد. مهمة المراقب متابعة تحركات الأسماك وتوجيه الصيادين إلى أماكن نصب الشباك. الله يا الهود يا الهود يا الهود يا الهود
قبل مغيب الشمس يعود الصيادون إلى قراهم الشاطئية مثل قرية كمزار. إنها أشبه بالجزيرة، إذ لا يمكن الوصول إليها إلا عبر القوارب. نمط الحياة هنا بسيط للغاية، ولعله تقليدي أيضاً. عزلة المكان في كمزار والقرى المشابهة عززت روح الألفة بين الساكنة. إنهم عائلة واحدة كبيرة استقرت هنا طلباً للصيد. إنه موسم السردين. الآن يأخذون صيدهم إلى الشواطئ المعزولة لتجفيف السردين، وهي عملية تحتاج بالتأكيد إلى مهارة النساء، حيث يقمن بنشر السردين تحت أشعة الشمس لاستخدامه بعد جفافه علفا وسمادا. البتيل طبعا في هذا سفينة قديمة، يعني قبل لا يكون لنجات ولا يكون قوارب، يعني مئات السنين هذا أجدادنا عملوا في هذا البتيل. هذا طبعا السفينة الرئيسية، هذه اللي ينقل الناس بأغراضهم بمعداتهم من كمزار إلى خصب. طبعا عندهم رحلة الشتاء والصيف، في الصيف يكونوا في خصب والشتاء يكونوا في كمزار. البخور طبعا فيه نوعين من الاعتقادات الموجودة عندهم، الأساس أنه يكون موقع سحب الشبك أو مؤخرة الشبكة، هذه مثل ما تقول الكيسة والمحصولة هذه، بحيث أنه ما ينجرح بعين أو حسد أو كذا، يكون هذا يكون واقي أو شيء يرد الحسد هذا عن السمك الموجود في الشبكة. السلام عليكم، كيف الحال؟ إذا نظرنا إلى قمم الجبال في جزر مسندم، سندرك بالتأكيد من هم السكان الأصليون لهذه الجزر. جزيرة أم الطير مثلاً
تعتبر مأوى لتعشيش العقاب النساري، وهو نوع واحد في العالم يضع بيضتين أو ثلاث نهاية العام. يتواجد في عمان عدد كبير من الطيور يصل إلى 400 نوع، بعضها زائرة تتناسل هنا وأخرى زائرة صيفية أو شتوية. وفي مواسم الهجرة والتزاوج عادة ما تزدحم الجزر بسكانها من غير البشر. من بين أكثر من 10 جزر في مسندم توجد 3 فقط يمكن النزول إليها. بعضها مثل جزيرة أم الغنم استغلها الصيادون كمراعي لأغنامهم، إذ كانوا يتركونها فوق الجزر معزولة عن الحياة المفترسة. أما جزيرة تلغراف هذه فقد كانت محطة مهمة في خط إدارة التلغراف الهندي الأوروبي، إذ كانت تستخدم لإعادة تكرار المراسلات البرقية التي تمر عبرها، إلى أن تم الاستغناء عنها عام 1868. الموقع هنا مميز، فقد كان هذا الخور ملاذاً للسفن من العواصف البحرية ومكمناً لمراقبة سفن الأعداء. البحر شبه مستقر اليوم في شاطئ السواتي، وهذا يعني أنه بإمكاني قطع المسافة إلى جزر الديمانيات في أقل من 40 دقيقة. تعتبر جزر الديمانيات محمية طبيعية، وهي تضم 9 جزر. تعشش هنا أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة والمستوطنة، وفي البيئة البحرية لهذه الجزر تتكاثر أنواع من المرجان وأسماك الشعاب المرجانية. الساعة الآن 2 بعد منتصف الليل. هناك سلحفاة قادمة، إنها من نوع الشرفاف المهددة بالانقراض. جزر الديمانيات محطة نادرة لتعشيش الشرفاف. أعتقد أنها حفرت في تربة صخرية. نعم، لن تواصل، إنها ترحل. هذا مؤلم بالتأكيد. مزاجها غير مناسب، لكن المختصين لن يتخلوا عن مهمتهم.
يعني أنها زيارة أولى لهذه السلحفاة. حتى وإن رحلت ستعود ثانية، إذ لا يمكنها الإبحار بعيدا وهي محملة بالبيض. فمحطة التعشيش التالية تقع في بحر العرب، أي على بعد مئات الأميال البحرية. يقيم في المحمية طاقم مختص، مهمته حماية الحياة الفطرية والإشراف على تصاريح الزوار وإرشادهم إلى أماكن الإيواء وكيفية الاستفادة من مفردات المحمية لئلا تتأثر بنشاط الزوار. لم تكن جزيرة محوت عرضة لاصطدام السفن. إيقاع المد والجزر هنا مختلف تماما، فهي وإن كانت على بحر العرب إلا أنها قريبة جدا من اليابسة، والمياه ضحلة، مما يضطر سكان محوت إلى العبور راجلين في وحل عميق مليء بالأصداف الحادة. كانت الجزيرة ميناءً لنقل المسافرين القادمين من وسط عمان، وأيضاً محطةً لتزويد السفن بالمياه العذبة والمؤن الغذائية. جزيرة محوت توفر بيئةً مثالية لتكاثر الروبيان، وموسم صيده فقط فيما بين سبتمبر ومارس. أما الآن خارج الموسم فهناك خيار البحر، إنه كائن رخوي لا يوجد خارج محوت ولا يستهلك محليا، إلا أن تصديره مربح. يحتوي خيار البحر على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الغير مشبعة، وهو كائن صديق للبيئة حيث يعيش ملامساً للتربة، مما يؤدي إلى تقليبها وتجديدها لئلا تتصلب وتنعدم الحياة فيها. لما تصيدوه في شيء، لا ما في شيء، ما في شيء بس كذا يوم نصيده يوم كذي شيء من الشيء يوم كذي عود الحين الحين طب عند ضربة الشمس وطبخه استوي يوم كذي الحين الأول يوم هم هناك قالوا لنا رقم واحد الشكل يعني اغلى الشكل الثاني والشكل الثاني هذه اغلى. بس انتم ما حاولتوا تسالوا وتبحثوا عنه هذا ايش هو بالضبط، معلومات علميه عنه؟ لا والله ما سالنا بس انا نشيل لهم وطيني في وان.
مجتمع الصيادين يفرض على المرأة عبئا مضاعفا، فغياب الأب لفترات طويلة في عرض البحر لن يملأه إلا أم حنون. يعني رجالة الجرجوية هم اللي ما يشيلوش هم؟ بقول لما مات ما حزنش عليه بالشكل ده. طب يا اخويا ما نشكر سيدي عشان صحته كده. هيا 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 عسى حضرك النبي. هيا 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 هاي تبك هاي ذه. هيا 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 عسى حضرك النبي. هيا 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 نحن هنا في مرسى شنة. ستنقلنا هذه العبارة إلى جزيرة مصيرة، أكبر الجزر العمانية على الإطلاق. الخط البحري بين شنة ومصيرة يعمل على مدار اليوم. بصحبتنا في هذه الرحلة بعض سكان الجزيرة وعدد من الزائرين بالتأكيد. فمناخ الجزيرة لطيف على مدار العام، وتؤوي مياهها أكبر عدد من السلاحف المعششة من فصيلة السلحفاة الرمانية في العالم. تعتبر جزيرة مصيرة من أغنى المصايد السمكية في عمان. طال عمرك هذا كان يجي لينك هني اللي ببضايع، وهذه الملز المينا القديم، وهذه اللي كان ينزلون منه، ينزلون على غوار بصغار ننزل منه، ما كان هني شيء مينا. هذه يخدموه عاد عني جديد هذا المينا، وكان هو الوحيد الدكان، دكان كم ديكر مداس الذي ننزل فيها بضاعة. لكن أول كيف كان يتكلموا الشيوبة عن لأن القطار انت ما لحقت على القطار؟ لا لا، على ماكينه الروح ما لحقنا. أيوة. بس لحقنا عنها القطع، القطع ندفن من هناك من الدفاع الى هني اللي هم طريق، لحقنا على الطريق. لكن الشياب يقولوا انه كان من له ماكينه. ها ها، الماكينه كان يشيل ركاب. يجب أن أدون هذا، فطوال الأيام السابقة كنت أعبر إلى الجزر فوق موج البحر، لكن هذه الرحلة إلى جزر الحلنيات جاءت مع اقتراب موسم الخريف، حيث يزداد هيجان البحر فيما بين أبريل وسبتمبر. تقع جزر الحلنيات في العمق من بحر العرب، وتتكون من خمس جزر، أكبرها الحلنية، وهي الوحيدة المأهولة بالسكان الذين يزيد عددهم الآن عن 300 نسمة بقليل. Bye.
كانت هذه الجزر على الدوام مثار اندهاش بحارة السفن العابرة، وقد كتب عنها عدد من الجغرافيين والرحالة الأوروبيين. في العام 1859 انهمكت 52 سفينة لنقل سماد الطيور من جزيرتي الجبلية والحاسكية. أرشدني سكان الحلانية إلى الشيخ عبد العزيز، إنه في العقد السادس من عمره ويحتفظ بذاكرة جيدة عن الحياة هنا. والله أنا بخبرك عن أهلنا، والدي وأجدادنا اللي بيخبرونا ومستفهم عنهم المعلومات. الجزيرة أول كانت تقريبا اسم حرمة، كانت تستخدم بس في الجزيرة القبلية، وهذه الشركة الحرمة هذه اسمها كيريميري، بعدين الغرب سموها كوريموري. هذا نحن ما نعرف، الناس الثانيين يعرفوها كيريميري، يسموها كوريموري، وهي أصلها اسمها الأساسي اسمها الحلانية. نحن كان عندنا هواري مال الغادوف، هواري صغار مال الغادوف، ما نستعملهم إلا بعد الخريف. بعد الخريف يكون البحر هادي، نروح نصطاد بالبحر ونقفه السمك ملح بالمالح، بعدين وصدروا لي وين لأفريقيا، متعاملين مع الناس في أفريقيا، سواحل حنسميها سواحل. نعم، نعطيهم السمك المالح هذا الجاف، وهم يجيبوا لنا أكل اللي يريدون الأكل مثل الرز والسكر والهندي والذرة، ويجيبوا لنا سكر في تناك، زمان ماشي كان اسمه جواني تناك. كيف ونحن نوصيهم اننا نقول لهم اريد هذا واريد هذا، ويجيبوا لنا ميادير، هم يجيبوا لنا طلباتنا حسب فلوسنا الموجود عندهم قيمه السمك. والله عندنا ماي ابار موجود لحد الان، نحن هذاك الزمان شوف الابار هذا لا يعني قدير، يوم يشربوا غدير. نحن في الجزيره هذا ما حد يمرض الا اذا ما يموت، كان زمان ما شاء الله. ليش السبب؟ ان ما نسافر نكون سنه كامله ولا واحد يجي زكام، يسافر واحد يجيب زكام يمرضون اللي موجودين هنا يتمون ما حد يسكن نفسه. أعترف الآن بأن ما لم ترويه الحكايات عن الجزر العمانية يتطلب منا اليوم شد الرحال إليها والاستمتاع برؤية الأراضي البكر مما لم يكتشف بعد.